Yo soy Youssef, مصري اسباني, y vivo en Egipto. بحس ان انا يعني لا اقدر اقول ان انا مصري ولا اقدر ان انا اقول ان انا اسباني. انا مصري اكتر بحكم الوقت اللي قعدته اكتر في مصر, بس في نفس الوقت بحس انه لا, يعني في مصريين كتير بحس ان انا ماليش علاقه بيهم خالص. لما بروح اسبانيا برضو بيبقى في فرق في حاجات كتير قوي انت تربيت عليها, هما هناك دين مثلا عندهم مفيش حاجه اسمها دين تقريبا يعني دين. فانا برضو بحس ان الانتماء اكتر ان هو انت بتؤمن بايه, ايمانك بقى متدين مثلا مسلم مسيحي ايا كان دينك, فانت مؤمن بحاجه معينه فده بيبقى انتمائك اكتر منه انا مصري انا هندي انا اسباني انا ايا كان. يعني في مصر في ناس بتحس ان انا شكلي اجنبي مختلف عشان انا شعري طويل وسايب دقني وشنبي. في نفس الوقت لما ببقى في اسبانيا الناس بتحس ان انا اجنبي برضو, فانا بحس ان انا اجنبي في مصر واجنبي في اسبانيا. انت حاجه بين الاثنين, انت مش لا مصري ولا اسباني. لما حد بيسالني يقول لي انت بتشتغل ايه, اقول له انا بشتغل فريستايلر, الناس بتستغرب وايه هو ده شغل يعني ولا ده ايه, انت بتضيع وقتك كده وانت لا لازم تشتغل موظف ولازم تبقى عندك حاجه سكيورد وحاجه تعيش منها وليك دخل ثابت وليك تامين وليك كذا. فانا بالنسبه لي شايف ان هي حاجه انا حابب الريسك بتاعها, ان هو انا بعمل حاجه بحبها ومش فارق معايا ان هي تكون بتدخل دخل كبير قوي, بس على قد ان هو عايز اعيش اليوم بيومه وابقى مبسوط بالحاجه اللي انا بعملها. اللي انا اكتشفته ان موضوع الناس بتفكر ازاي ده حتى في اسبانيا موجود, يعني الموضوع مش في مصر بس, انت لازم تشتغل في شغلانه مضمونه وليها مرتب وتامين والكلام ده احسن لك كتير من انت تشتغل فريلانس. فهي ملهاش علاقه قوي الناس دي في اسبانيا ولا في مصر ولا جنسيتها ايه, هو للاسف سيستم عالمي تحسه محطوط عشان يخلي الناس بتفكر بنفس الطريقه جوه بلوكات عايشين زي الروبوتس. انا بشتغل كل يوم 8 ساعات وليا ويك اند مش عارف قد ايه واجازات قد ايه في السنه وانتهى, وما ياخدش باله من حياته وما ياخدش باله هو بيحب ايه فعلا وعايز ينجز ايه لنفسه. فالأحسن إن الناس تشوف هي بتحب إيه وتبتدي تنميه وتحط مجهودها فيه بدل ما هي بتضيع مجهودها عند حد أو في كوربريت أو في وظيفة معينة وهو مش مستفيد استفادة غير إن هو بياخد السالري آخر الشهر وخلاص. الموضوع حتى لو أنت عايز تسافر بعد كده أو تروح أو تيجي, الموضوع ملوش علاقة بالبلد, هو ليه علاقة بأنت بتفكر إزاي وبتشتغل على حياتك إزاي. أنا هو اسباني عايش في مصر عايش حياه فريستايل مبسوط الحمد لله, الموضوع مش علاقه بالمكان قد ما هو ليه علاقه باللايف ستايل بتاعي. حتى لو رحت عشت في اسبانيا موظف ما اعتقدش ان انا مبسوط زي لو عشت فريستايلر في اي حته, فهي ليه علاقه باللي انا بعمله وبطريقه الحياه مش بالمكان اللي انت عايش فيه.